فيصل. هلا. في سالفة بقولها لك. هذا سلمك الله في رجال قبل يمكن حول 30 سنة من الحين، يعني قبل عام 1910 قبل الأزمة، كان يتكز من على إجرة ويترزق الله من بريده يودي للرياض. لعله يوم من الأيام أخذ له ناس ويطلع من بريده ويروح للرياض. يوم أقبل على الرياض ونزل الزباين يقعد يدور له عرب بيرجع فيه، يعني ما ودي يرجع الحالة فاضي. يقول له حنا عصير آخر العصر، يقول أدور لي زباين. يقول ما دريت لو يجيني ذاك الرجال، يقول واضح من لغته ولهجته ما هو كأنه من أهل نجد. يقول له على طلع من أهل الجنوب أو المناطق هذه. يقول جاء لأمي السلام، قلت عليكم السلام. قال أنت تبي تروح درب؟ قلت قال لي والله أنا بروح درب أترزق الله، أنا أدور لي ركاب. قال خل عنك بطاقك، أعطي بطاقك. والله والله العظيم. قال وش بطاقتك؟ أنت وش تبي؟ قال أعطي بطاقك، عجل عجل يلا وراي شغل أنا. قال لي والله أدور لي ركاب. قال اسمع 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 يا ولدي، أنا بعطيك فلوس الركاب ذولا كلهم. الله. إيه أبيك توديني لحالي. حلو. قال ترى أنا دربي لبريدة. قال خل عنك بريدة، أنا ديرتي يم الجنوب هنا، أبيك توديني جنوب. قال يا عم وين بعيد علي؟ قال اسمع كم تبي واعطيك. يقول انا كنت حاطب بالي قال 500 ريال قال لك مني 700. مشينا. يقول احنا نمشي. يقول ولا الطريق اللي يبيه في حد القرى في الجنوب تقريبا حول 1000 كيلو. قلت يا ولد هذا مبلغ زين، قلت تدري يركب؟ يقول يا ركب معي. يقول رجال ملتحي وتسبير بالعمر. يقول والله نمسك الخط ونمشي ونمشي وليلنا ليل وليلنا ليل، والله الدير بعيد بعيد يا مني تعبت، وبدأ ندخل مناطق جبال. اي والله يا ابو فيصل. يقول لي ويهرج علي قال شوف يا ولدي. قلت سم. قال اسمع اسمع يا ولدي، ترى اللي بننزل 20 كيلو لو وصلنا الديره. قلت لا يا عم وين، انا سيارتي صغيره تاكس، الحين يسمونها تاكسك الحين السيارة الصغار. قال يا عم انا سيارتي صغيره ما تدخل الديره ما تدخل بر. قال لا لا ما عليه. قلت تكفى يا عمي خلني بنوقفك الحين، تعرف المحطات فيها تليفون وتعرف الهاتف الثابت من اول. قال خلني اوقف لي عند كبينه تليفون ثابت ودق على هلك وخلي العيال ينطحوني بالخط، انا ما اقدر ادخل السياره. قال لا مالكها. يقول مشينا. يقول يوم بقى 150 كيلو قال تدري شلون؟ وقف وقف. يقول انا وقف. يقول ولا في كبيره تعرف الكباين من اول ام هلا. يقول والله يدق. قلت زين غادي ينطحنا حد العيال. يقول لهم دق وقضى ويجي. قلت ها يا عمي بشر. قال ترى مذبحوا ذبيحك وعشاك الليلة هناك. يا عم يا عم. قال لا تحاول. يقول مشينا مع هالليل. يقول ويدخل ويقف الخط. يقول نزلني مع ذاك تقول شعيب والله سيارتي. يقول يا ولد شعيب يمشيني بالليل. يقول فيه بويتات شعبية. يقول حنا ناقف. قال يوم وقفنا قال انزل. قال انزل ولهم ذبحين ذبيحتهم. يقول يوم جلسة طلع عمرك ولا فيه رجال بنطح المجلس. والله يا ابو فيصل يقول عليه شوارب وعيونه على كبر حمر. يا الله. والله العظيم يقول ما يدخل مع الباب. يقول ولا هو نطحي جالس قدامي مثل ما هو جالس قدامي. يقول انا اتروع وش هو بعيون حمر وش انا باتن ذاك. يقول حتى ما عرفتهم زين. يقول ما غير فيه ثلاثة. كل يوم اخذت شوي وهو يطلع انت راعي البيت وهو يجي ثاني هو معه له رجال معه له دفتر. اي والله يا ابو فيصل الدفتر ويقعد بجنبي. قال عطني هات البطاقه. قال يا اخي وش تبون انت؟ دخل راعي المحل اللي كان جاي معه. قال يا ولدي عاد عطى بطاقه. قال وش ليش اعطي بطاقه؟ قال عطى بطاقه وخاف يعني خاف ولا يعرفهم. وهذا ابو شنبات اللي بس يناظر فيه يفتش واربه ها ولد ما حط بطاقه يوم عطى بطاقة هاضر بيجوزونه. ما شاء الله تبارك الله. قال ولد وقف وقف. قال اص يقول اسكت. قال يكتب. يقول هو يقول الأب والبنية مثل ما يقال زوجتك ابنتي وكذا كذا المصون وما أدري إيش من هالكلام. يقول أنا أتلفت. طيب أبو الشوارب هذا وش يبي ذا اللي هنا؟ أثرهم يبي يحللونه لأبو الشوارب. أوه. ايه الموضوع خطير.
وابو الشوارب عيونه حمر على هالكبر مطلق يعني. ايه وبيحللونه واثر ذاك رايحين للرياض يجيب لهم واحد نسوق تاكس لهم عروف ايه لابو الشوارب ذا بيحلون الحرمة له مثل قلت التيس مستعار أبرادنا صار العرس وجاو يمسكون يده طلع عمرك ويروحون يدخلون على الحرمة يقولهم دخلت ولا حط لي سرير يقول أنا الحين توهقت أنا وش الله جابني الله أنا وش الله قردني وش هالجية يقول صغير أنا تراي على المعلومية ترى ذاك الأيام كل عمره 22-23 الولد فرحان بسبعمية اللي جيته أي عهاش هالسبعمية ما درى أنه رزقها الله بنية يقول يوم دخلت ولا السرير ذيك الغريفة يقول يمر جرذي من تحتي أي والله يقول أنا أنقمز يا ولد يقول أحط لي لمبتين يقول هي تجي بنية ولا هي موت حمر ملكة جمال أي والله يقول يوم شافتني وهي تطيح عند رجلي تكفى تكفى طلبتك تكفى لا يخليك عيالك تكفى تكفى قسم له وش فيه وش فيه قال تكفى فكني من ابو شوارب تكفى فكني من ابو شوارب ما بيه قال بنت الناس اصبري اصبري والله تطيح عند رجلي كنت احب رجلي قال تكفى انت جيتي من السماء انت حظي الليله اي والله قال طيب انت وش وضعك قالت هذا طليقي واني ما بيه وان فيه نون وما يعلمون وانه وانه وان انت تسب فيه يقول أنا شايف رجال يخلع يقول تعرف اللي يقولك شاربة يقع عليه التيس ولا الطير هي يقع عليها الطير إيه يقول شواربة حالها كبر يقول عيونه حمر يقول رجال يوحش يقول يمكن يذبح 6-7 يقول أنا يوم قمت أتنافض أنا وشوارب أفك المرة ذي الحين قالت تكفن أخيتك يقول تطيح عند الجنين قلت أبشري بعزته وأبشري بس يقول يوم جيت أفتح الباب يقول أحط له فرشة برا وقاعد اي والله ابو شوارب يقول قاعده من الطرف طرف الحوش قلت هذا وش يبي هذا وش سالفته هذا ولا ما يروح لها هذا قالت معلمتك يقول بس فتحت الباب يقول ولا عيني بعينه ولا هو قاعدنا هناك حط له فرشه وجالس يقول انا ما اقدر ارجع يقول انا تقدمت اني ابي السياره يقول وامشي خطوه اني الله اجيبها وخطوه اني الله يقول هو يلحقني يقول يوم لحقني وهو يمسكني مع يدي يقول والله يا شوارب يقول انا اضر هذا هذا طوله قلت نعم قال اسمع علما يصلك ويتعداك أنا هذه فرشتي بجلس والله إن سمعت شيء ولا صار شيء ترى حدك إلى الصبح وتطلق وتمشي إيه والله يقول يطلع مسدس قال شفت هذا قلت أنا إيه قال الله فضيها برأسك وإني لذبحك أنت وياها يا ابن حلال تعود من الشيطان تعود تعود يقول أنا أروح لتسني أبي سيارتي خذ لي غرض يقول أنا أرجع قلت هذا وش مصيبة ذا هالبلية والله ما له إيه والله يقول ما له ما المرة يقول أنا أرجع للغرفة يقول وأقعد أنا والمرة يقول وأقعد مغلق أدود الرجلين على السرير وإني بس أدود الرجليني والمرة بجنبي قلت أنا وش أسويها الحين وش مصيبة لي الله بلاني فيها المرة تصيح علي وتنتخي وهذا أبو شوارب اللي عيونه حمرا عاها كبر ومهددني يقول ونقعد وليلي ليل وليلي ليل قلت عساه يجي الصبح بس يقول يوم منتصف مثنات الليل يقول وانا يامرني الله وانا بفتح الباب تسني الله يكرمك يقول ما في دورة مياه يقول تسني بيع حمام يقول يوم فتحت الباب يقول ولا شخيرة نعم اي والله يقول والله يا ابو فيصل انه منسدح راسه على الجدار وانه يشخر اي والله يمكن الساعة 3:00 أو 3:00 قلت بس رقد رقد قلت يعله نومته ما بعدها يقوم يقول انا ارجع للمرأة اي والله قلت امشي 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 قلت قلت امشي قلت يا نموت موت وحده وينجينا الله يقول واطلع انا وياها نمشي يقول وامشي انا وياها والله انا ماسكتني مع ثوبي وصل ولا تسلمها يقول نمشي يقول والله انا يا شخيره انا شخيره اسد اي والله يقول متراكن على الجدار يقول يوم طلعت من الباب بس يقول اشوف سيارتي يقول لا ليل ولا ظلام ولا فيها انوار ولا عندهم كهرب ذاك الكهرب يعني اللي عليها العلم اي والله يقول يوم بس وصلت موتر يقول بمسك الباب يقول تقر والله يقول تقر رقاص ارقص يقول انا افتح الباب اي والله يقول يوم فتحت الباب وهي تركب بس انا ركبت السياره جن يقول والله رجلي طلعت من عند الريديتر يقول وانا اعطيها يقول ادوس انحش يقول الصحراء صحراء يقول مع خطوط
والبنية تقول يقول ترى ياخذها لا بطاقة لا شيء نبد معها ما مع الاثباتي. يقول بس انا مسكت الزفلت. يقول انا ادوس. يقول الطيران يقول ذليت منه انه يدق على حد او يتصل على حد ولا شيء معها الزفلت. طيب عقد النكاح ما اخذها ما قديم الكلام هذا له 30 سنة اكتبوه بس بالدفتر بس سجل على ان العقد يجي بعد اسبوع او اربع ايام من هالكلام هذا. يقول الكلام هذا 30 سنة. يقول مع الخطوط. يقول والله يمشي طبلوني. يقول يوم اخذت لي حول اربع ساعات خطوط. الله يكرمك ويكرم من يسمع. يقول انا ما اقف بس اللعب وشو حق الحاجه. يقول لي لين جيت طلع عمرك حول الراس. يقول ايه البريده اقبل الله هلا. يقول يوم كبرت حول الراس يقول له احنا الضحى. يقول اخذ لي شقه ولا ادخل المراه. يقول تجيب لها فطور ونفطر انا وياها. يقول انا الحين شلون اقول لابوي انا شو رايح نعزوب وجاي متزوج الله الله. يقول انا شو اقول لابوي لا وغير كذا اخذ بنت عمه هو توع عريس ما له الأشهر. يقول وش أسوي الحين مع بنت عمي ومع أبوي. يقول أخذنا أنا يقول تفطر هام راد ما ودي أطول عليك. يقول حنا نفطر والله خلي المرأة تنام تسمعني أنا بروح لأبوي وبجيت. تكفل تخليني تكفل تكفل خليت أنت برقبتي والله ما خليت ما أنا بروح لأبوي وجايت. يقول أنا بحنا وش أقول لأبوي والمرأة. يقول ودي خلك طلع عمرك على الوالد صباحك الله بخير يبا. قال يا هلا يا ولدي وين انت لك ليلتين ما شفناك. والله يبا انا رايح من يبا انا عندي موضوع قسم. قال تكفى يبا انا دخلنا على الله ذم عليك تكفى يبا حب رجلك قسم الله الرحمن وش فيك. قال يبا انا عرست. قال وش تقول سوف عرست عرسك اللي قبل شهرين. قال يبا انا حصل لي هلون وهلون وهلون وكذا وكذا. يقول الله يدفع قلبي. يقول هو يعطيني ذاك الطراق. يقول الله انه يوم صفقني علي الحرام ونطيح من فوق السرير واطيح حلم 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 حسبي الله عليك. ليش يا ولد انا والله العظيم ايه انا انخرجت انا بشوف الدراما اللي بتصير ايه واخرتها حلم ومجلسني معك اثريها حلم. ايش رايك في القصه؟ قسم بالله اني انا انشعلت مع ابو عيون هذا الحمر. طيب اهم شيء ما تضربني؟ لا لا ما اضربك ولا تعطيني طراق؟ اعطيك احلى بوسه بس والله العظيم اقسم بالله العظيم اني تحمست يا بعد احتي ابو عيون اخاف انه يلحقهم. الله يخليك خالد الشعيفان بهايم الفيصل حبيبي. شرف لي انك تطلع عبر سنابي عبر هذه القصه الجميله وسامحني تكفى. لا والله حبيبي اهم شيء عشت الجو يا بعد قلبي والله العظيم ادور ابو عيون. صلى على الرسول اللهم صل وسلم.